Hey geeks, welcome back to more Resident Evil. معكم حسون سالم geeks. Oh my god, سنة 2021 كأنها كابكم حالفة 100 يمين تكون سنة Resident Evil. إشي أفلام إشي مسلسلات إشي ألعاب مش مخلية. damn. أنا عندي إحساس إنه كابكم عم تتبع نفس خطى سكوير إنكس أيام فاينل فانتسي 15، بس عم تتعلم من أخطاء سكوير إنكس وعم تمشي بطريق صح. المهم لأنه سكوير إنكس أيام فاينل فانتسي 15 عملت كنا مسلسل أنمي قصير، عملت فيلم أنيميشن، فيلم خرافي على فكرة، الفيلم كان كتير حلو، وعملت اللعبة كله خلينا نقول مربوط في بعضه، بس التنفيذ كان مش كويس، فالموضوع عمل هيك توتر للاعبين ومنهم أنا ولخبطونا وكانت فايعة. المهم بس شكرا كابكم عم تلعبها صح. anyway بالنسبة لموضوع الريبوت الأفلام تبعت Resident Evil Live Action، أنا بصراحة كتير انبسطت لما سمعت الخبر، لأنه أنا فان كتير كبير للسلسلة، فلما أعرف أنه رح يعملوا ريبوت للأفلام فهذا إشي بسطني كتير. ولما شفت صورة طاقم الممثلين، أول ردة فعل لإلي كانت أنه Oh my god، هدول من فترة قريبة تابعت لهم أفلام ومسلسلات أغلبهم صدقا. يعني مثلا مايا سكوديلاريو، ليش أغلط باسمها، هذه الممثلة من فترة قريبة جدا حضرت لها سلسلة أفلام ميز رونر 3 أجزاء، ومن شهر أو شهر ونص حضرت فيلم كرول تبع التمساح، فيلم سسبنس على مغامرات، الفيلم كتير حلو يعني وكتير استمتعت فيه، احضروا اسمه كرول CRAWL، تمساح وما تمساح وبهجم على المدينة ومش عارف ايش، الفيلم كتير حلو لهاي الممثلة مايا سكوديلاريو اللي هي رح تجسد دور كلير ريدفيلد. وعلى فكرة المخلوقة إلها كتير صور، وفي معظم الصور عن جد بتشبه كلير. قبل ما أكمل بالنسبة للممثلين، شفت أول ردة فعل للناس لما شافوا الخبر وشافوا صورة الطاقم إنه أوف يا عمي ما بيشبهوهم، هذا كانت حسيت إنه ردة الفعل الأولى إنه يا عمي ما بيشبهوا الشخصيات. أنا تعليقي على هاي الشغلة جملة واحدة، الميك اب اللي هو خلينا نقول المكياج هذا اللي بحطوه للممثلين والإضاءة بتخلي أي حدا يشبه أي حدا. على فكرة أنا طبعا مستعين بالجرين نوت بوك لحتى يساعدني بالمعلومات. أوكي نكمل، في عنا الممثل روبي أمل، هذا اللي رح يجسد دور كريس ريدفيلد، برضو هذا من الممثلين اللي حضرت لهم شغلات من فترة قريبة، مؤخرا حضرت له أكم من حلقة لمسلسل اسمه أبلود، هو هيك درامي على كوميدي على خيال علمي، المسلسل حلو. بس أكتر شيء بتذكره فيه مسلسل قديم اسمه The Tomorrow People، هو مسلسل كان سيزن واحد بس أنا كتير عجبني، شغل سوبر باورز مش عارف إيش. وبرضو هذا روبي أمل برضو بتذكر إني شفته بمسلسل The Flash، أنا بتابع مسلسل The Flash. أوكي أنا في آخر سيزونين يمكن ما حضرتهم، بس برضو هذا روبي كان موجود، تمثيله ممتاز لأنه واضح إنه عنده خبرة فنية، بالإضافة لمايا اللي حكينا عنها بتجسد كلير تمثيلها رائع. فأنا خلينا نقول بنيت نظرتي لهم بناء على إشي شخصي أنا عشته يعني وتابعته، بدون ما أعرف إنهم رح يكونوا هدول الممثلين، عرفتوا كيف؟ أوكي نيجي هلا للممثل اللي رح يجسد ويليام بيركن، اسمه نيل ماكدونا. خلينا نقول إنه هذا أتقل واحد فيهم، يعني هذا أنا بتذكر إني شفته من زمان وشفت تمثيله من زمان، ممثل ممتاز جدا، بتذكر إنه شفته بـ X-Files، برضه شفته بـ The Flash و Arrow و إيش اسم المسلسل اللي هو السبين أوف منه؟ كتبته أنا، اسمه Legends of Tomorrow، لأنه Arrow و Flash و Legends of Tomorrow هدول بيكونوا مترابطين مع بعض، برضه كان موجود بهدول، برضه كان في كابتن أمريكا First Avenger، ومؤخرا شفت له فيلم سونيك، هذا فيلم 2020 هاي السنة. وبرضه عنده
خبرة بقصة الفيديو جيمز. حط صوته هذا الممثل نيل ماكدونا كان مؤدي صوتي في بعض الألعاب من ضمنهم Incredible Hulk Ultimate Destruction وبرضو Injustice لعبة الفايت الخرافية Injustice Gods Among Us. أنا ما كنتش عارف صراحة هذا الشيء. Injustice Gods Among Us عمل صوت The Flash وعمل صوت Nightwing وبرضو عمل صوت شخصية جاك فينسنت في Call of Duty Black Ops 3. فهذا الممثل تقيل مش خرابيش نهائي. تمام، نيجي هلأ للي بدها تجسد دور جيل فالنتاين. الممثلة اسمها هانا جون كامن. هذه برضو من فترة قريبة حضرت لها فيلم اسمه The Ant-Man and the Wasp، فيلم مارفل أكيد أغلبكم بيعرفه. وبرضو هذه الممثلة بتذكر أني شفتها بأفلام توم بريدر، هذه طبعا أفلام كثير مشهورة. وتفاجأت كمان أنه هاي الممثلة كانت مؤدية صوت في دارك سولز، دارك سولز 1 ودارك سولز 2. He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? You humans, always taking what you please. Then I shall do the same. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. يعني برضه هذه الممثلة عندها خبرة بالفيديو جيمز زي نيل ماكدونا اللي هو ويليام بيركن. وفي عندنا كمان توم هوبر، هذا اللي رح يجسد دور ألبرت ويسكر. هذا أول ما شفته على طول اتذكرت مسلسل ميرلين. مسلسل ميرلين من أكثر المسلسلات القريبة على قلبي، استمتعت فيه جدا. توم هوبر كان ممثل ثانوي فيه، بس أول ما شفت صورته على طول اتذكرت المسلسل. وبرضه لما شفت صورته اتذكرته بفيلم تيرمينيتر The Dark Fate، هذا آخر جزء من ترمينيتر أعتقد. وكمان هو حاليا موجود في مسلسل كتير مشهور، أنا لازم أحضر هذا المسلسل لحد الآن أنا ما حضرته، هو The Umbrella Academy. برضو موجود الممثل توم هوبر بهذا المسلسل، فيعني واضح أنه خبرته الفنية لا تقل أهمية عن بقية الممثلين. في اللي جسد أو اللي بده يجسد دور ليون اس كينيدي، للأمانة أنا ما بعرفه ولا بتذكر إني شفته بفيلم أو مسلسل قبل هيك. نسيت شو اسمه أنا. Oh my God حسان. اللي بدي يجسد دور ليون اس كينيدي اسمه أفان جوجيا، للأمانة أنا ما بعرف شي عنه. برضو عملت سيرتش لقيت إنه برضو عنده خبرة فنية من سنين بيشتغل في هالموضوع، بس أنا ما بتذكر إن شفته بفيلم أو مسلسل قبل هيك. أفان جوجيا حفظت أسماءهم كلهم إلا هذا لأني مش عارفة. على العموم أنا متحمس لموضوع الفيلم لعدة أسباب. أولها إنه أغلب الطاقم أنا بعرفه، أغلب الطاقم شفته بيمثل في أعمال سابقة وعجبني تمثيلهم وعجبتني أعمالهم، فهذا إشي نوعا ما بطمن. أوكي، بس اللي بسطني أكتر شغلة هلا بدي احكي لكم عنها، انه الكاتب والمخرج اللي هو اسمه يوهانس روبرتس، تمام، الستيتمنت اللي حكاه او التصريح اللي حكاه كتير عجبني. انا ترجمت لكم اياه، بدي احكي لكم اياه من الجرين نوت بوك. بيحكي: مع هذا الفيلم ارغب حقا في العودة الى اول لعبتين اصليتين واعادة انشاء التجربة العميقة المرعبة التي مررت بها عندما لعبت هذه الالعاب لاول مرة. يعني الكاتب المخرج لعب اول لعبتين وعاش اجواءهم. وفي نفس الوقت اريد ان اروي قصة انسانية متأصلة عن مدينة امريكية صغيرة تحتضر الامر الذي يعتبر ذو صلة بجمهور اليوم. أكثر إشي عجبني بالتصريح شغلتين: أول إشي إنه هو لاعب اللعبتين وعايش أجواءهم وهذا إشي كتير منيح، وبنفس الوقت إنه بتصريحه ربط الماضي بالوقت الحالي. طبعاً أكيد كنا بنعرف إنه الأوقات الحالية اللي بمر فيها العالم كله هي أوقات عصيبة بسبب الوباء والبلاء والزرع اللي عم بتصير بسبب هذا الوباء، وأمريكا هي من أكثر الدول اللي تضررت من هذا الوباء. فقصة انه بقول لك الامر الذي يعتبر ذو صلة بجمهور اليوم اكيد اصدعه هذا الشيء. فانا حبيت انه كيف ربط الماضي انه هو لعب هذه الالعاب وعاش اجواءهم، وبنفس الوقت
بده يجسد بهذا الفيلم الواقع اللي احنا بنعيش فيه حاليا عن طريق Resident Evil. فأنا حبيت قصة الرابط هاي. هلأ إذا ممكن أعطي نصيحة لهالكاتب المخرج، إنه كتير منيح أنك أنت لعبت أول لعبتين، بس الأفضل كمان إنه تخلي كل الطاقم اللي بده يمثل بهذا الفيلم يلعب اللعبتين، وبدل المرة مرتين وثلاثة، صدقا عشان يعيشوا الجو، يشوفوا الشخصيات في الألعاب كيف، يعني كيف الكيمياء بيناتهم. لازم الطاقم يلعب، لازم الطاقم يلعب اللعبتين مرة ومرتين وثلاثة، يعيش الأجواء، يشوف القصة، يفهم، يسأل، يبحث، يسألوني أنا بساعدهم، ما عنديش معنى. مش بس الكاتب المخرج، برضو كل الطاقم لازم يلعب اللعبتين، ضروري ضروري. أعتقد أنه هذا الشيء اللي كان ناقص بسلسلة أفلام Resident Evil القديمة. سلسلة الأفلام القديمة أنا بحبها، بس خليني أقول قدرت أفصل بينهم وبين الألعاب، ما قارنت. الشيء الوحيد اللي خلاني أستمتع فيهم كأفلام إني ما قارنتهم بالألعاب، لأنهم ما لهم علاقة بالألعاب صدقا. يعني في تحس إنهم أفلام مستوحيين شوية أشياء من الألعاب، بس ما إلهاش علاقة بالألعاب. فأنا قدرت أفصل بين الألعاب وأفلام Resident Evil القدام، بصراحة استمتعت فيهم جدا، حتى في أجزاء منهم عدتهم مرة ومرتين وثلاثة، لأنه الفيلم كان جدا ممتع بالنسبة لي. بس أعتقد إنه اللي عم بنا اللي بيصير حاليا رح يعطينا سلسلة أفلام لسه أحلى بكتير، بما إنه الكاتب المخرج عايش جو الألعاب، وإذا يعني بيستمع لنصيحته بيخلي الطاقة برضو يلعبهم ويعيش أجواءهم، لسه بكون هذا شيء أحسن وأحسن. وأنا حابب برضو إنه الكاتب المخرج على وفاق مع المنتج، منتج الفيلم اسمه روبرت كالتزر، أعتقد أنا حكيت اسمه غلط. شو بيحكي روبرت هذا؟ بقول لك إنه بعد العديد من الألعاب وست أفلام لايف أكشن ومئات الصفحات من الروايات، شعرنا بأنه يجب العودة لعام 1998 لاستكشاف أسرار قصر سبنسر ومدينة راكون. لأنه إذا ما بتعرفوا الفيلم اللي رح ينعمله ريبورت رح يحكي لنا قصة الجزء الأول، أو رح ينبنى على الجزء الأول من Resident Evil والجزء الثاني. فأنا لما شفت المنتج جايب سيرة قصر سبنسر يعني الجزء الأول، مدينة راكون يعني الجزء الثاني، معناته إنهم عم بيشتغلوا صح. عم بيشتغلوا صح، وين حاطط خلفية راكون سيتي يعني هيك عشان قصة هالفيلم هاد. أوكي، كبداية خلينا نقول first impression، أو اللي هو بسموها يعني كشيء أولي، الإشي منيح، ببشر بالخير، بتمنى من كل قلبي إنه يكون شيء حلو ونستمتع فيه. بس في شغلة مهمة بدي أحكي لكم إياها، حاولوا تفصلوا، يعني تقريبا أعملوا زيي، حاولوا تفصلوا بين الفيلم، المسلسل، اللعبة، لأنه كل أنا بحس يعني إنه كل واحد فيهم له جانب. يعني مثلا الفيلم هذا قديش رح تكون مدته؟ ساعة ونص، ساعتين، بالكتير ثلاثة، ما أظنش ثلاثة، حتى ما أظنش ثلاثة. صعب إنه يجسد لك كل شيء بدك إياه من اللعبتين، كتير صعب. فأنا هون قصدي إنه لما تحضر الفيلم حاول تأسس عندك نظرة عامة للعبتين، تمام، وبعديها شوف الفيلم وما تقارن بتفاصيل الأشياء. يعني مثلا ما تقول إنه ليش ما كانش بالفيلم في هاي الساعة هون، ليش ما كانش بالفيلم في هذا الدرع، عرفت شو قصدي؟ يعني هاي التفاصيل الصغيرة اللي ميزت الألعاب، أنا معكم، هاي التفاصيل الصغيرة ميزت كتير الألعاب، بس بدنا نكون شوي منطقيين إنه هذه الأشياء مش رح تكون بالفيلم على الأغلب. الفيلم رح يعطي إشي قصة عامة، أو يا رب نظرة عامة، وشكلهم برضو مركزين على قصة تجسيد الواقع الحالي والظروف الحالية عن طريق هذا الفيلم، لأنه بيساعد. أنا أكم مرة ضربت في المايك اليوم، المهم. فيا أنا بعرفش، نصيحتي للي بده يحضر الفيلم أو المسلسل اللي جاي قريبا على نتفليكس، إنه نفصل، نوقف مقارنة بين الأفلام والألعاب، بين المسلسلات والألعاب. يعني ما بعرف أنا ليش بحكي هيك، لأنه للأمانة أنا لما وصلت لهذه المرحلة من التفكير استمتعت بأفلام Resident Evil اللي الأغلب ما حبها،
لا مش الأغلب يا رب، البعض، بدناش نقول الأغلب، بدناش نعمم يعني، البعض ما حبها، بس أنا استمتعت فيهم جدا. وهي سلسلة أفلام ناجحة للعلم، لو تشوفها، لو تشوفها قديش جابت إيرادات، جابت إيرادات بلاوي، كنا كل السلسلة جابت، كل سلسلة، كل سلسلة الأفلام كلجت، هم ستة صح، ست أفلام كنا جابت 1.2 بليون دولار المجموع، هذا رقم ضخم. فيا أنا مش عارف، أنا هذا رأيي بالموضوع، أنا متفائل بالخير زيها زي أي شيء بخص Resident Evil. الحكم بيجي بعد ما يتم مشاهدة الفيلم أو لعب اللعبة أو مشاهدة المسلسل، أنا بالنسبة لي الحكم بيجي بعد، بس مبدئيا كشيء أولي شيء ببشر بالخير. حابب جدا أنهم رح يبنوا الفيلم على أساس الكل طالب فيه قبل، اللي هو الأجزاء القديمة سنة 98، أصل سبنسر، راكون سيتي. فأنا حابب أنه الكاتب خلينا نقول زي كأنه رد على الفانز قبل، والمنتج نفس الشيء وبده يبني على هذا الأساس. وكتير حابب أنه الكاتب والمخرج لاعب اللعبتين، وبتمنى الطاقم كله يلعب الألعاب ويعيش الجو ويشوف بالضبط شو سبب هوس ناس في هدول الألعاب يعني، أو في هاي السلسلة بشكل عام. جيكس بيهمني جدا أعرف رأيكم في التعليقات تحت. احنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير، ولا تنسوا تعملوا لي فولو على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، هاي الروابط تحت في صندوق الوصف. وبرضه إذا حابين تشتركوا بقناتي الثانية جيكس ستريم، بعمل عليها ستريمات لعدة ألعاب أغلبهم ريزيدنت إيفل، بس إنه هاي برضه رابطها في صندوق الوصف تحت. أنا بتشكركم كتير للمتابعة يا أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.